ألف مليون مبروك، مليار مبروك، مليار مليار مبروك. عملوها الأبطال، عملوها الوحوش، عملوها أسود الأطلس، الفوز على منتخب بنما والعبور رسميا إلى ثمن نهائي مونديال كأس العالم للفوتشال 2024 بأوزبكستان. وطبعا لا داعي للحقودين المشنكحين، لا داعي لكل الحشاد اللي بيحسدوا المنتخب المغربي على التطور الرائع جدا اللي شهدوا الفوتشال المغربي في الاونه الاخيره. في الحلقه اللي فاتت بالامس قلت لكم 8-3 لصالح اسود الاطلس، والنهارده المنتخب المغربي بيحقق ما يتمناه الجمهور وعشاق ومحبين الكره المغربيه وعشاق المنتخب المغربي للفوتشال بالفوز على منتخب بنما بنتيجه 6 أهداف مقابل 3 أهداف، نتيجة ثقيلة، نتيجة مدوية جدا. انتهى الشوط الأول لصالح أسود الأطلس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، والشوط الثاني بنتيجة مثلها 3 أهداف مقابل هدف، لينتهي اللقاء بنتيجة 6 أهداف لصالح المنتخب المغربي مقابل 3 أهداف لصالح منتخب بنما، ويعبر رسميا إلى ثمن نهائي مونديال كأس العالم أوزبكستان 2024. فرحة عظيمة، فرحة كبيرة، وأيضا إنجاز تاريخي في حق الرياضة المغربية. أقول لحضراتكم بنما دي اللي تفوقت علينا في أول مشاركة لنا في مونديال كأس العالم 2012 بالفوز علينا بنتيجة 8 أهداف مقابل 3 أهداف، والنهاردة ينقلب الرأس على عقب وتنقلب الأمور رأسا على عقب. المنتخب المغربي يحقق على أول منتخب فاز علينا في أول مشاركة في مونديال كأس العالم، والنهاردة بنعبر على حسابه إلى الدور ثمن النهائي من مونديال كأس العالم بعد الفوز على منتخب طاجكستان اللي كان الأقوى ويعتبر في ظل المشاركة الحديثة المنتخب الحديث يعتبر جديد على منتخبنا، لأن لا نعرف تحركاته داخل القاعة ولا الخطط التكتيكية اللي بيخدها أو بيجريها لأول لقاء. وطبعا انتهى اللقاء الأول لصالح أسود الأطلس بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين على حساب طاجكستان، والنهاردة الفوز الثاني على التوالي على منتخب بنما بنتيجة 6-3 أحرز الأهداف كلا من سفيان المشرار هدفين في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، وأيضا سفيان الشراوي هدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، وأيضا إدريس رئيس الفن هدفين، هدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني. وما ننساش ان سفيان المصرار استطاع من احراز هدفين امام منتخب بنما في بطولة دورة كوسوفا اللي اجريت، ايضا دورة سلوفاكيا اللي اجريت بسلوفاكيا وفزنا بها. وما ننساش ان المنتخب المغربي ايضا استطاع من الحصول على كاس البطولة بسلوفاكيا على حساب منتخب بنما قبل المشاركة في مونديال كاس العالم 2021 بنتيجة 4-3 و3-0، كما فزنا على البلد المنظم بنتيجة 4-1 على سلوفاكيا ونصر على كاس البطولة، وأيضا في وديتين قبل كده وقبل المشاركة في ليتوانيا 2021 استطعنا من الفوز على بنما بنتيجة 6-2 وأيضا 4-1 هنا على الأراضي المغربية بقاعة محمد السادس بالمعمورة. المنتخب البنمي ذو التصنيف 44 من التصنيف العالمي للفوتشال برصيد 1067 نقطة هنا ومن داخل قناتي، فزنا على الأقوى منهم بكثير، فزنا من قبل على منتخب أفغانستان ذو التصنيف 30 برصيد 1138 نقطة، وفزنا قبل كده على البوسنة والهرسك وبولندا ذو التصنيف 22 بنتيجة 4-3 و3-1، البوسنة والهرسك 3-1 و8-2، كما فزنا من قبل على منتخب أسبانيا الحاصل على لقبية 2000 و2004 في مونديال كأس العالم وصيف بطولة 2012، فزنا على أسبانيا الثالث من التصنيف العالمي للفوتشال برصيد 1514 نقطة بمحصلة لقاء 4-1 لصالح أسود الأطلس في إنجاز تاريخي لأول مرة. وفي نفس التوقيت منتخب إيران بيفوز على منتخب جواتيمالا بنتيجة 8-4 في إطار الفوز الثاني من إطار الجولة الثانية للمجموعة السادسة بعد الفوز على فنزويلا بنتيجة 7-1، النهاردة بيحقق فوز الثاني
ليصبح المنتخب الإيراني في صدارة المجموعة السادسة، وأيا ما كان وأيا ما كان سيؤدينا إليه خريطة تصفيات مونديال كأس العالم في الدور المجبر دور الثمن النهائي، نحن مستعدون على أكمل وجه لخوض لقاءات القمة في ثمن نهائي البطولة، سواء بتواجدنا على رأس المجموعة بعد العبور من الجولة القادمة اللي يعتبر تحصيل حاصل أمام منتخب البرتغال في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم أوزبكستان 2024 يوم 22 سبتمبر، حينما نلتقي مع البرتغال في إطار الجولة الثالثة لتحديد متصدر المجموعة الخامسة. مجموعتنا البرتغال المغرب بينما طاجكستان لا يهمنا سوى الآن الفرحة الكبيرة اللي زرعها كل أسود الأطلس على وجوه المغاربة والعرب، منتخب عربي إفريقي وحيد فخرنا وفخر العالم جميعا بتحقيق كل الإنجازات المتتالية على يد أسود الأطلس، يعتبر المنتخب العربي الإفريقي الأول المتأهلين رسميا إلى ثمن نهائي البطولة بعد إخفاق وبعد عجز كل من ليبيا بهزيمة أمام كازاخستان بالأمس بنتيجة 4-1، وأيضا منتخب أنجولا اللي بيتلقى هزيمة بنتيجة 7-2 أمام منتخب أوكرانيا. إذن يعتبر منتخبنا منتخب الفخر الرياضة العربية بل والإفريقية والعالمية، المنتخب العربي الإفريقي الوحيد اللي ضمن تأهله لثمن نهائي مونديال كأس العالم أوزبكستان 2024، لنا الفخر والعزة في ظل تألق وتواجد ألمع عناصر وألمع كوكبة من كل عناصر الكرة المغربية، في ظل تألق وتواجد عبد الكريم أندية اللي شارك أساسا في حراسة المرمى اليوم، ومحمد شريدو، يوسف بن سلام، سفيان المصرار عميد المنتخب المغربي اللي أحرز هدفين، إدريس رئيس الفني، سفيان الشراوي اللي كان له نصيب بإحراز هدفين، أيضا عثمان بومز وعثمان الإدريسي، إدريس رئيس الفني إسماعيل أميزان، أنس الدحان، وبالإضافة في ظل غياب عثمان الإدريسي يا جماعة أطيب التمنيات بالشفاء العاجل، وبالإضافة لمشاركة إسماعيل أميزان، أنس الدحان، أنس العيان، وفي ظل تألق محمد كمال ومشاركة خالد بوزيد بقيادة والأروع بقيادة المدرب الرائع جدا ذو العقل الرشيد، المدرب ذو المهام الصعبة، رجل المهام الصعبة داخل القاعة هشام الدكيك، سير أيها الدكيك لتحقق الحلم على يدك لتكتمل إنجازات الكرة المغربية داخل القاعة على يد هشام الدكيك في ظل مشوار والأروع بقيادة منتخب عريض يسمى أسود الأطلس المنتخب المغربي، فخرنا إلى نهائيات مونديال كأس العالم أوزبكستان 2024، وأينما تقابلنا سواء على رأس المجموعة الخامسة بلقاء وصيف المجموعة الرابعة في ظل تواجد أسبانيا على رأس المجموعة حاليا وكازاخستان كسان المجموعة أو ليبيا نيوزيلندا لا يهمنا، وفي ظل تألقنا وتواجدنا في ثمن النهائي كوصيف المجموعة الخامسة في ثمن النهائي وتقابلنا مع أيضا بطل ومتصدر المجموعة السادسة اللي متواجد على رأس إيران، فزنا على إيران من قبل بمنتخب رضيف تحت 23 عام بنتيجة 5-4 في مباراة ماراثونية ولا يهمنا الأمر، وأيضا في ظل تواجد فرنسا بجوار إيران في أيضا صدارة المجموعة في مزامنة المجموعة السادسة بالإضافة لجواتيمالا فنزويلا، فزنا على فنزويلا من قبل فأكثر من لقاء، وأيضا فزنا على فنزويلا بنتيجة 4-3 في آخر لقاء ودي إعدادي قبل انطلاق مونديال كأس العالم، وعبرنا من خلال فنزويلا أيضا إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم ليتوانيا 2021 بنتيجة 3-2 لصالح أسود الأطلس بقيادة الهاتريك صناع الهاتريك المنتخب المغربي أسد المغربي سفيان المصرار، أطيب التمنيات لكل عناصر الكرة المغربية تحقيق حلم الملايين من العرب، بل ويعتبر الجمهور الإفريقي على رأس تواجد أعظم جمهور وأعظم مشجعين للكرة المغربية داخل القاعة، فمساندة وتشجيع أسود الأطلس سير أيها الدكيك إلى نهاية مونديال كأس العالم أوزبكستان 2024، إلى مزيد من التقدم والإنجازات للمملكة المغربية، إلى مزيد من التألق والانتشارات للشعب المغربي الطيب الأصيل، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.